فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيها الحفل الكريم، مع مزيد من الابتهالات النبوية والمدائح النبوية، مع فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السوهاجي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، فضيلة الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. حاضر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا يا الله بالخلق العظيم حباه وعليه أنزل ربنا قرآنه جل الكتاب وجل من الله رب العرش يشرح صدره، الله يرفع
أسرى به رب الورى ليلا إذا أقصاه من مكة بلد الهدى أسرى به رب الورى ليلا إلى أقصى وهناك كان إمام كل الأنبياء سبحان من بالفضل قد أولاه ثم ارتقى من بعد ذا للمنتهى واسمع إلى خض في بحار النور خض في بحار النور وحدك سيدي ما كان منا مقام سيدي لا يستطيع تجاوز لمداه ويخاطب المولى العظيم حبيبه صلوا عليه وبأشرف الأسماء قد ناداه ويخاطب المولى العظيم حبيبه وبأشرف الأسماء قد ناداه أنا ما خلقت أحب منك محمدا أنا ما خلقت أحب منك محمدا ولسوف أعطيك الذي ترضى أنا قد كشفت لك العوالم كلها وكذاك وجهي الآن
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على قدره أصوغ لك المديح على أصوغ لك المديح ومدحك صابه ربي صريحا على قدري صلى الله من أنا يا من آل حبيب الله حتى قوى في قدره قدرك السامي شروحا لكني أحبك من قلبي حبك يا حبيبي نور قلبي فأسرع بالوصال فتنجريح على قدري صلى الله وداوي بالوصال فتنمو عنا يريد القرب منك ليستريح وداوي بالوصال فتنمو عنا يريد القرب منك ليستريح فموسى رد بعد سؤال ربي موسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا على قدري صلى الله يا مكة سور إكمتي باب السلام فيك يا مكة سور إكمتي مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل لما أراد ربنا ينور أراضينا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. سافرت يوما وظل القلب في بلدي، سافرت يوما وظل القلب في بلدي، حاولت أنسى أنساه لكن خانني جلدي. أنساك يا مصر، أنساك يا مصر، كيف القلب وكيف للروح أن تمضي عن جسدي. أهواك عمرا جميلا لا يفارقني، وقصة من أبوى تحيا إلى الأبد. في القلب نبض وفي الأعماق أغنية، مهما رحلت سيبقى النبي. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك.